أنا اسمي عبيدة سام، أنا عندي 13 سنة، بقالي 9 سنين في مصر. الرياضة المفضلة هي كرة القدم. كان في إعلان على الواتساب من كاريتاس، وأنا قلت يعني بحب الرياضة دي فسجلت وجيت هنا. عبيدة كان من نوع إن هو خيول جدا، ما بيتكلمش حتى مع زمايله، فبدأ اجتماعي. يعني بقى اتغير من راجل هادي كده نظام في التمرين سلبي، بيجي في التمرين بيجرد التمرين ويمشي، لا، لراجل اجتماعي بيضحك مع زمايله بيهزر مع زمايله. الرياضة بتساهم بالاندماج، لأنه طبيعي أنا كإنسان جاي ألعب كرة، فطبيعي أنه أنا لوحدي مش هينفع، ومرة عن مرة هلاقي نفسي أنا انخرطت فيه واندمجت معاه. ما فيش فرق لعب كرة مع مصريين أو سوريين، مهم يعني أننا نتبسط وكلنا أصحاب يعني.